وقبل حلول شهر رمضان الكريم، تعرف الأسواق الجوارية إقبالا كبيرا للمواطنين لتوفرها على معظم المنتجات، والتي تعرف أيضا استقرارا في أسعارها. فارس بوغلال رصد التالي. نشكر صحاب التجارة كي نتزوجو عندي في كان مكان داكي وكنو دي فلاحن السوالي مقلعن بود الحشا وشي شهر كيما رمضان وسوالي من البري الهان وان شاء الله اللي فرح الشعب هذا الشهر تساوي داجور ذاك سيدي كونتيتي اونتر 2500 و 3000 لتر بار جور نزيف الور قلا ذاك شهر جوسكو ديرني جور رمضان ذاك قلا شاك جور نساوي لا ميم كونتيتي 2500 و 3000 لتر بار جور يمكن شبايا ربي والله ما الا الخصاص ارزق كون الشعب يموقف على العقل ايلو فان كل شيء الا الخير ايلو كان مسمي ذاك مور كل سنوي ثبي دونت اتصطفى كور وغير قرا غيفا على العقل تما دونك سنين الكونسوماتور اي لا قرا غيفا على العقل تولي من الغاشي يونا ديوي ربعه الزيت يونا وتساوي يونا ديوي خمسه الويفكي يونا وتساوي يونا الخساره الخير الا شاك جور سي لي ميم كونتيتي راه تناوي اون فا ساتيسفير تو الموند